قالت لك فدان العيلة. أيوة أنت مش قليل، إحنا منك وعلينا ميل، عروضنا غير أي حد وأكتر ما أنت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد. مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفرولاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند، إدارة، تسويق، تنمية. بإيدين أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر أحلى وهيهون. يا رب بفضلك قدرنا وعلى كل العقبات تنصرنا، والصحراء الصفراء تخضرا وساعدنا بإيدنا في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. زي ما عودناكم كل خميس حلقة مميزة ومتنوعة من مختلف محافظات الجمهورية. النهاردة معنا حلقة من وادي النطرون للمنوفية لمحافظة القاهرة. هنبدأها بلقاء مهم جدا من قرية كمشيشي بمحافظة المنوفية عن موضوع مهم جدا وهو الزراعة النظيفة. الزراعة النظيفة أو الزراعة الأورجانيك من أهم الاتجاهات دلوقتي اللي بيتجه إليها العالم. والدكتور محمد فتحي سالم في المنوفية وهو رئيس شركة ريل جرين تكنولوجي وأستاذ الزراعة الحيوية، عامل شغل هايل جدا مش بس في محافظة المنوفية، في مختلف محافظات الجمهورية. هنطلع دلوقتي نشوف تقرير مهم جدا عن زراعة محصول من أهم المحاصيل الزراعية في مصر وهو محصول البطاطس بالزراعة الأورجانيك. هنشوفه وهنرجع لكم تاني. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في برنامج من سيزرع المليون. استمرارا لنقل تجارب السماد الحيوي والزراعة الحيوية والنظيفة في مصر، النهاردة معنا تجربة مهمة جدا من قرية كمشيش محافظة المنوفية مع المزارع أشرف إلاضي اللي زرع حوالي فدان بطاطس بالسماد الحيوي.
وكمان معانا المهندس محمد حجازي مدير الدعم الفني او مسؤول الدعم الفني على محافظه المنوفيه في شركه ريال جرين تكنولوجي. حاج اشرف اهلا بحضرتك. اهلا بك يا باشا. كمان رحب بيه المهندس محمد حجازي. اهلا بيك يا استاذ شعبان. اهلا بيك في المنوفيه. نبدا بالحاج اشرف القاضي، عاوزين نتكلم على هذا المحصول والتجربه دي، واول مره تستخدم فيها السماد الحي ولا استخدمته قبل كده؟ احنا اول سنه نستخدمه السنه دي، استخدمناه قبل كده في السمسم وادانا اعلى انتاجيه، واستخدمناه برضه في الخضار حاجه التعبان ياكل منها، والحمد لله استخدمناه دلوقتي في البطاطس برضه، زي ما حضراتكم شايفين المحصول حلو 100 100. طب المحصول قبل استخدام الحيوي وبعد استخدام الحيوي؟ لا في فرق طبعا. كمزارع بقى، كمزارع ايه الفرق؟ كمزارع انا دلوقتي ما بقاش عندي شتل يسقط. الفلاح عارف اللي انا بقول الفل، يعني ما بقاش عندي شتل يسقط، ما بقاش فيه شعوطه. الاحجام محدوده بتاعه السوق الحلوه اللي انا عايز، لان الكبيره قوي مش مطلوبه والصغيره برضو او مش مطلوبه، هو مديني الاحجام اللي انا عاوزها. بالنسبه بقى للامراض والامراض الفطريه والحشريه والحاجات دي كلها، هل مع استخدام السماد الحيوي سواء نوفا بلس او نوفا كي في امراض ظهرت معاك كمقارنه بالاول ولا الامراض قلت؟ والله هو كان الاول هنا في الارض دي كان نسبه العفن في الجذور كتير، فالحمد لله السماد الحيوي عالج لنا الموضوع ده خالص. يعني انا ما كناش بنزرع فاصوليا هنا عشان الجذر بتاعها بيتاكل وحيضان في الارض كده كان بياكل الجدر، انما الحمد لله النهارده الحاله اتعالجت وبقت تمام التمام. بالنسبه بقى للانتاجيه، وده بالنسبه دي اهم حاجه بالنسبه للفلاحين، دايما المهم بالنسبه لهم الانتاجيه، فهل في تغير او زياده في الانتاجيه مقارنه بالزراعه العاديه؟ طبعا فيه فرق كبير، حتى موفر لي كتير. انا ما جبتش كيماوي السنه دي، الكيماوي بتاع الجامعه الزراعيه انا ما جبتوش، من انا بادئ من زراعه الذره اللي فاتت، انا ما جبتش الحصه بتاعتي الحمد لله مش محتاج، يعني كنت بجيب ب 3000 وب 4000، انا مستخدمين من الاستاذ محمد. يعني بصراحه ربنا رزقنا به، ان عشان حتى لما اجي اقلع زرعه اعرف ان انا في ايدي فلوس، وفرت كتير. ده توفير كمان، وفرت لك في التكلفه. طب والانتاجيه، هل الانتاجيه اكتر بقد ايه ممكن تقديريا؟ يعني معانا الانتاج العام تقديريا الحمد لله كان كل سنه بيجي الندوه اللي هي الفطريه اللي في البطاطس بعمر 60 يوم ومن 50 يوم، الحمد لله السنه دي زي ما حضراتكم شايفين ما فيش اي اصاب، لان احنا بنستخدم تسميد ورش نوفا بلس ونوفا نوفا بلس ونوفا كي، فالحمد لله. يعني حتى عندنا الانتاجيه في الفاصوليا، بندرس فاصوليا النهارده الحمد لله 100 100. يعني كمان مش زارعين بس بطاطس، زارعين محاصيل ثانيه عندنا كله. يا حضرتك البرسيم في فرق، البرسيم احنا زارعين البرسيم في فرق، احنا كنا بنزرع 3 فدادين للمواشي، لا الحمد لله الاستاذ محمد ارشدنا ان فدان ونص يكفي ويقوم بنفس المهم. استغلت الفدان ونص التانيين في شغل نص فاصوليا وبطاطس. طب البرسيم الانتاج بتاعه اكتر في ايه أكتر؟ يعني لما يعني حتى في الحليب نسبه الدسم بتاعته اعلى، يعني كمان في الحليب مش بس في انتاج ال لا مش على اني برسيم بحش واكل وخلاص، لا انت تبص ان المؤاخذه البهيمه اكلت استفادت، انا الاخر استفاد. العجل اللباني بدل ما كان بيرضع نص البهيمه، لا دلوقتي بياخد بيز وانا بستفاد بالباقي. طب نتكلم اكتر بقى، نرجع تاني للمحصول البطاطس ده، عاوزين نعرف الصنف ده وزرعه من كام يوم ومواعيد زراعته. الصنف ده جيلاتيك مطلوبه في السوق للاكل، يعني من حسن حظنا ان احنا زارعينها عشان اللي هياخد مننا، يعني السوق دلوقتي ماشي ب 1000 ونص وب 2000، انا ممكن ابيع بثلاثه، ممكن ابيع بثلاثه. ليه؟ لان انا البطاطس بتاعتي مطلوبه تحمير وشيبسي وكل حاجه، زائد كده انها خاليه من اي عفن بني وخاليه من اي امراض فطريه او حشريه. عمر كم يوم؟ احنا النهارده عمر 75 يوم. المفروض متوقع انك انت تاخد انتاج منهم امتى؟ ان شاء الله يعني 25 يوم ابدا اقل. طب نروح للمهندس محمد حجازي، يعني احنا اتكلمنا كتير مع الحاج اشرف وقال معلومات مهمه جدا، يعني عاوزين كمان حضرتك تتكلم اكتر بصوره عامه عن ايه الفرق في استخدام السماد الحيوي عن غيره من نوع انواع الاسمده. انت شايفين تجربه مع الحاج اشرف
في محصول البطاطس، شفنا قبل كده تجارب تانية في الفاصوليا وفي السمسم على مدار الفترة اللي فاتت. تكلمنا أكتر على السماد الحي وفي محصول البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. والله البطاطس بالنسبة من ناحية ان هي زرعة اقتصادية دلوقتي هي مش اقتصادية، تمام؟ فالفلاح دلوقتي بيدور على أقل تكلفة، فاللي بيستخدم كيماوي هو عنده حصة معينة هينزلها للبطاطس، وليكن مثلا للفدان هينزل له مثلا طن كيماوي يوريا على نطرات وكده، فهيجي مش هيلاقي. احنا تكلفتنا اقل كتير، تمام؟ بالاضافة ان هي بتديك انتاجية اعلى، بالاضافة ان هي بتديك مناعة قوية للنبات ان هو يقاوم عوامل الجو المختلفة في الشتاء، ان ما يجيلوش تبقع ندوة متأخرة، مش عارف امراض حشرية، امراض اقرصية، الكلام ده كله، تمام؟ فاحنا عندنا الفلاح بيزرع بيسمد وبيرش نوفاكي، وبالتالي ما بيجيلوش اي الامراض دي خالص، تمام؟ احنا كده بنوفر للفلاح وبنقتصر عليه ان هو يعني ايه يكلف تكلفة قليلة وهياخد زرعة، تمام؟ زي ما الحاج اشرف برضو كلم حضرتك دلوقتي ووضح لحضرتك، هو ده راجل فلاح وبيزرع بنفسه وبينزل الارض بنفسه وعارف يعني ايه ان هو يروح يصرف حصة الكيماوي من الجمعية ويجي يحط كيماوي في الارض، والارض في النهاية مش هتديله، لان البطاطس دلوقتي كمحصول مفيش عائد اقتصادي منه. البطاطس سعرها رخيص عند الفلاح، والفلاح بيتكلم في الحته دي ان هي مفيش مردود اقتصادي منها، فانا بالتالي عاوز اقلله الكلفه اللي هو هيكلفها. فاما يستخدم معانا اسمده حيويه بيوفر مبيدات فطريه، بيوفر مبيدات حشريه، بيوفر كيماويات، بيوفر حاجات كتير جدا. بيستخدم منتجين اتنين، نوفا بلس ونوفا كي. طب احنا دلوقتي وفرنا في التكلفه زي ما قال الحاج وزي ما انت قلت، تمام. بخصوص الانتاج، هو اتكلم في الانتاج في ان في انتاج اكبر عن الانتاج العادي بسبب ان مفيش امراض فطريه، امراض حشريه. فالانتاج بقى بالارقام حضرتك تقريبيه، الانتاج بالنسبه للكيماوي بيتراوح من 12 طن ل 15 طن في الفدان. احنا عندنا بنبدا من 20 طن ل 22 طن في الفدان بفضل الله يعني، تمام؟ بالإضافة لجودة الثمرة، يعني احنا عندنا الثمرة بتاعتنا البطاطساية، لا ما شاء الله، يعني لو حاولنا ان احنا نكشف على اي شتلة دلوقتي هنلاقي تحتها مش اقل من 9 أو 10 حبيات، تمام؟ الحبيات ديت هنلاقي الحباية بمواصفات كويسة جدا، هنلاقيها حباية احجام كويسة قوي، تمام؟ بالإضافة إن إحنا لو جينا كلنا منها بعد كده ما فيهاش أي متبقيات، ما فيهاش أي أمراض، خالية من أي سموم يعني. طب حضرتك مسؤول الدعم الفني على نطاق محافظة المنوفية في شركة رؤية للجديد تكنولوجي، في نماذج كتير عاوزين نتكلم عنها مع حضرتك فيما يخص محصول البطاطس. قد إيه النماذج دي ومستوى الانتشار في زراعة السماد الحي وزراعة البطاطس بالسماد الحي في محافظة المنوفية؟ والله الانتشار في البطاطس يعني ده مقياس ان احنا نقيم نفسنا عليه، ان الفلاح عشان يشتغل معاه في البطاطس اعرف ان هو واثق 1000000% في الشغل ده وعاوز فعلا يغير من جواه، مش كده بس، لان البطاطس ده عند الفلاحين حاجه مهمه جدا، يعني عنده البطاطس دي الاساسيه، اي غلطه فيها فورة، تمام؟ فاحنا دلوقتي منتشرين زي ما قلت لحضرتك برضو في المنوفية وغير المنوفية، والناس زارعين معانا بطاطس ونتائج ممتازة جدا جدا جدا، وتوفير في الكلفة عالي جدا، وكمان انتاجية محترمة قوي تعيد عليه بالايه بعائد مردود اقتصادي كويس جدا. بشكر حضرتك جدا الحاج محمد المهندس محمد حجازي، شكرا جزيلا ليك، وشكرا الحاج اشرف القاضي مزارع محصول البطاطس هنا في قريه كمشيش محافظه المنوفيه، شكرا جزيلا ليكم. مشاهدينا شفنا محصول البطاطس تكلفه اقل، انتاجيه متوقعه اكتر، خاليه من الامراض الفطريه والامراض الحشريه، ما فيش استخدام لاي اسمده كيماويه او مبيدات حشريه. تجارب كتير في محافظه المنوفيه ومحافظات تانية للدكتور محمد فتحي سالم في السماد الحي واستخدام السماد الحي في مختلف المحاصيل، سواء محاصيل الفاكهه سواء محاصيل الخضر. نتمنى التوسع اكتر وتبني هذه التجارب، وان المزارعين يشوفوا بعينهم هذه التجارب يقبلوا للسماد الحي والزراعه العضويه النظيفه. شكرا جزيلا لكم، معكم شعبان بلال كل خميس 8 مساء.
أفرولاند بتخطط عشانك وعملت لك فدان العيلة. أيوة أنت مش قليل، إحنا منك وعلينا ميل. عروضنا غير أي حد وأكتر ما أنت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد. مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفرولاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. على كتافي تخافي ازاي وانا موجود، هنفرش كل شبر ورود، على كتافي هنزرع بكرة بالأحلام. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية. مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع الملون. شفنا تقرير مهم جدا من محافظه المنوفيه من قريه كمشيش عن الزراعه النظيفه مع الدكتور محمد فتحي سالم، وكمان معانا موضوع متعلق وهام جدا وهو منتجات طحالب سبايرولينا الاورجانيك. زي ما عارفين ان الاستثمار الزراعي لم يتوقف حاليا على الاستثمار في ذاته، لكن امتد الى القيمه المضافه. النهارده معانا نموذج لشركة النور الهدى للاستثمار الزراعي ومحل أورجانو لمنتجات الأورجانيك ومنتجات طحالب سبايرولينا. هنشوف التقرير مع الدكتورة سهى السبع المتخصصة في تجميل البشرة والشعر. هنشوف التقرير وتابعونا بعد التقرير. مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع المليون. زي ما عودناكم في برنامج من سيزرع المليون حلقات جديده عن استثمار زراعي جديد له علاقه بصناعات وقيمه مضافه كمان. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم ولو علاقه برضو بالاستثمار، هذا الاستثمار الزراعي، الاستثمار في طحالب سبايرولينا، وهو المستحضرات التجميل الاورجانيك. الحقيقه احنا في محل اورجانو للتجميل والصحه، وفي حوالي أكتر من 100 نوع من مستحضرات التجميل الأورجانيك. هنتكلم فيها مع الدكتورة سهى أخصائية التجميل والبشرة والصحة. دكتور سهى أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. عاوزين نتكلم عن مستحضرات التجميل الأورجانيك. فكرة أن يكون في مستحضر تجميل خالي من الكيماويات، ده فوائده إيه بالنسبة للمستهلكين أو المستعملين مقارنة بالمستحضرات التجميل اللي فيها كيماويات؟ كل الناس هلأ صارت بتتجه للأشياء الأورجانيك أكتر من الكيميكال، لأنه بسبب انتشار الأمراض كتير وخصوصا الكانسر كل شيء كيميكال، يعني هيدا كمان بيسرع الكانسر. يعني
فالناس كلياتها، في ناس كانت تتجه للفيلر للبوتوكس عشان شد الوجه وهيك، لا هلا صارت بتتجه للاشياء الاورجانيك اكثر ليخففوا شوي من الامراض. نحن معرضين للتلوث الجو، يعني كلياته حوالينا في امراض، يعني كمان بنزيد عليها نحن اشياء بنستخدمها على بشرتنا او على شعرنا كمان. يعني كفاية انه مثلا صبغة الشعر فيها، وما في حدا ما بيصبغ شعره، صبغة الشعر فيها كيميكال، نحن بنحاول نخفف انه بنستخدم ساعتها شامبو او منتجات كمان خالية من المواد الكيماوية عشان نخفف شوي، نخفف شوي من هال المعمعة اللي عم بتصير والامراض اللي عم بتصير. فالناس كلياتها عم تتجه للاشياء الاورجانيك اكتر وعم تعطي نتائج وعم تاخذ نتائج احسن، بس بشرط انه ما يكونوا مبلشين بالبوتوكس وبالفيلر وبعدين يتجهوا للاشياء الاورجانيك. اوكي حتساعدهم، حترطب لهم بشرتهم، بس مش حتشد لهم بشرتهم لانه بالفعل في حاجه بداوا باشياء اصطناعيه، عرفت كيف؟ خلص بصير في ترهل بالبشره او هيك، يعني ما حيعودوا يقدروا يصلحوا. لا، من الاساس يبتدوا باشياء اورجانيك افضل يعني، ويلحقوا حالهم اللي بلشوا بعدهم مبلشين بالفيلر والبوتوكس، يلحقوا حالهم هلأ بإشياء أورجانيك أحسن أفضل. يعني ممكن يلحقوا نفسهم، ممكن يلحقوا حالهم إذا ما يعني ما كتير تعمقوا بالبوتوكس والفيلر، يعني استخدموا إشياء طبيعية أفضل. طب عاوزين نتعرف على مع حضرتك على أبرز المنتجات الأورجانيك الموجودة هنا، مستحضرات التجميل. مجموعة مجموعة مع حضرتك، ممكن تشرح لنا كل مجموعة والمنتجات اللي موجودة في المجموعة دي، لو حضرتك تبدأي معنا بالشرح كل مجموعة. ماشي أوكي. هلأ في غير البرودكت تبع السبايرولينا، في عنا البرودكت من احنا اتكلمنا قبل كده في السبايرولينا، في عنا منتجات من كليوباترا، هي منتجات طبيعية 100% كمان وهاند ميد، هي هاند ميد اوكي، خالي من المواد الكيماويه خالص. في عنا مجموعه زيوت مع الاملاح للجسم اوكي، في عنا مجموعه للسلوليت، في عنا سكراب للوش وللجسم، في عنا البادي باتر، في عنا كمان غسول للوجه كلياته طبيعي، باودر بيبقى كمان، في عنا ماسكات للبشره، في كريم ديلي يوز اللي هو مويسترايزنج كريم ترطيب، وفي كريم للتجاعيد، في نايت كريم كمان بيفتح لون البشره، بواحد لون بشره، في عنا ماسك الشوكولا، في عنا كمان ماسك الطمي، ماسكات للبشره كمان، في عنا بادي ميست كمان نهتم كمان بالجسم مش بس بالوجه، في عنا الديودورون الطبيعي كمان 100%، في الطابات اللي هو البولز الباث بولز اللي بينحطوا بالبانيو بيعطوا تراوي للجسم مع الصابون، بفتح المسام عشان بس لحتى تبتدي عملية التليف، من تخلص من كل الرواسب اللي اكتسبناها من الجو من برا. في عنا مجموعة للعناية بالقدمين بالإجرين، في عنا كمان أنتي أكناء اللي هو للحبوب بنشف الحبوب، كمان كله طبيعي 100%. هذه مجموعة عنا، هذه عنا مجموعة كلياتها للشعر وللبشرة، في عنا كمان للوجه وللبشرة، هون في عنا مجموعة هون كمان العناية بالشعر، في عنا زيوت لتساقط الشعر، في زيوت لحتى تكثف الشعر شوي، في عنا زيت ملمع للشعر وبيعطيه غلاف، في شامبوهات للقشرة، في شامبو لتساقط الشعر مع السوليوشن، في مجموعة الجزر هايدي كمان للشعر المصبوغ، في شامبو الفور ان وان للشعر التالف التعبان يعني، وفي عنا كمان الشاور جل، هيدا كمان بيساعد على توحيد لون الجسم وكمان تنعيمه، بيعطي ريحة كتير حلوة. وفي كمان اخترنا مجموعة عطور طبعا مش من كيلوباترا، هيدي العطور كمان بتعتبر أورجانيك، عطور أورجانيك لا شغلة ايه، عشان نسبة الكحول فيها كتير بسيطة. الإسانس تبع البرفيوم، الإسانس هو بس احنا زايدين عليه البانتينول والجليسرين عشان ما يأذي البشره، فعشان هيك يعتبر تقريبا اورجانيك. دول مجموعتين، في مجموعات ثانيه؟ لا، هدول مجموعه كيلوباترا، وقلت لك مجموعه العطور اللي هي العطور من مختارين كذا نوع عطر يعني، وان شاء الله يعني حنزيدهم. في عنا الطمي كمان، في هذه مجموعه الطمي، هذه من ارض سيوة كمان، في ارض سيوة، من ارض سيوة كمان مصري وطبيعي 100%. الطمي هيدا بيعمل فيه سكراب ماسك، في عنا الطمي الاحمر هيدا بيساعد على تقشير البشره وتوحيد لونه وبيعطيها كتير نضاره، فينا نستخدمه
سكراب وماسك بنفس الوقت. عندنا الطمي الاخضر، الطمي الاخضر هذا فيه سيليكون اللي بيساعد على شد البشره وكتير حلو كمان، كمان بيعطي نضاره. وفي عندنا الطمي الاصفر اللي بشرتهم دهنيه اللي عندهم مسام مفتحه بيساعد على قفل المسام وتوحيد لون البشره كمان، وبتنشف الحبوب، بنشف الحبوب وبيزيل اثاره. في عنا الطمي الأخضر مع الطمي الأصفر هولي إذا خلطناهم للي عندهم دوالي بصير تختفي الدوالي. والطمي الأصفر كمان هيدا اللي عندهم جلد الوزة الشيكن سكين، كمان بيعالج جلد الوزة كمان للجسم مش بس كمان للبشرة. دي على كده حوالي 3 أو 4 مجموعات. لو تدينا كمان نبذة مرة تانية على منتجات سبايرولينا بصورة بسيطة. منتجات سبايرولينا يعني للشعر وللبشرة، في مثل ما قلت لك عنا الشامبو مع البلسم، في حمام الكريم، في الهاند ووش، في نوعين ماسك، في عنا الكريم المبيض كمان اللي هو الوايتنينج كريم بس للأويل سكين للبشرة الدهنية، وفي عنا كمان صابونة السبايرولينا. طيب بالنسبة للمستهلكين، هل في فئات معينة بس اللي هي بتتعامل ومدركة للمنتجات الأورجانيك ومستحضرات تجميل الأورجانيك، ولا الناس كلها بدأت تعرف وتقرأ وتفهم يعني مستحضر تجميل أورجانيك وبدأوا يشتروا المستحضرات دي؟ ناس بتدل ناس، يعني ناس مثلا بتجي بتشتري أوكي، بتدل ناس يعني بتدلهم بالمصري أوكي، فبيجوا بيشتروا كمان، يعني انه بيتعرفوا على الاشياء الاورجانيك. في ناس بتجهلها يعني بيقول لك لا بستعمل اي نوع شامبو. فنتيجه انا مثل ما قلت لك انا اخصائيه شعر وبشره، ففي كتير بيجوني حالات مثلا يعني بكشف على شعرهم شو المشكله، بسالها كم سؤال بكتشف انه الشامبو اللي عم تستعمله كيميكال 100%، بتستعمله بطريقة غلط مش لشعرها، بتستخدم اشياء مش لبشرتها، فعشان هيك بيصير مشاكل كتير. فلا كل بشرة لها كريم معين، كل شعر له نوع يعني نوع شامبو معين، فعشان هيك الواحد لازم يختار. عشان هيك بقول لك ناس بتدل ناس يعني، فعشان هيك ابتدوا كل الناس تتجه للاشياء الاورجانيك. عاوز مجموعة نصايح بسيطة لي فيما يخص المجال بتاع مستحضرات التجميل واستخدامه بالنسبة للناس خصوصا للبشرة. بسرعة عامة، بسرعة عامة، خلينا نروح هنيك بس عشان المجموعة هيدي مجموعة. أهم شيء نظافة البشرة، لما بدنا ننام تكون نضيفي نظافة كاملة، يعني نظافة كاملة، نغسل بشرتنا، نشيل الميك اب عنا، نشيل الرواسب. حتى الشباب لازم كمان يشيلوا الرواسب اللي بيكتسبوها من الجو، من التراب، من كل شيء، بالغسول بيغسلوا الوجه كتير منيح، بيعقموا بالتونيك لأنه المي فيها كلور وفيها ترسبات كلسية فبتأثر كمان على بشرتنا، منعقم بالتونيك أوكي. بنرجع بنحط الكريمات المناسبة لبشرتنا، إن كان الصبح ولا كان بالليل. السكراب والماسك ضروري مرتين بالأسبوع كمان عشان يضلوا محافظ على البشرة أوكي وحيوية البشرة. فهيدا تقريبا يعني روتين يومي مثل ما بيقولوا، الغسول، السكراب والماسك مرتين بالاسبوع، التونيك اهم شيء من بعد ما نغسل وجهنا، التونيك اهم شيء لما ننام تكون بشرتنا نظيفه، يعني حتى لو اخذنا شاور لازم نحط على قطن تونيك، ستات ورجال نحط تونيك ونمسح بشرتنا عشان بنظف بعمق. هل تتوقعي ان المستقبل هيكون فيه سيطرة لمستحضرات التجميل الأورجانيك واختفاء المستحضرات التجميل اللي فيها كيماويات؟ إن شاء الله نحن بنتأمل هيك، بس في ناس كتير لا بتقلك لا بتجه للأشياء الغالية، بتجه للأشياء لا بتعطيني شد، بتعطيني نفخ لوشي، يعني كل شخصية ناس بتفكيرها معين يعني من هالناحية هاي. في ناس ما بتحب تستخدم كريمات، بتحب تستخدم بس تعمل فيلر وبوتوكس ونفخ خدود وشقل عيون وشيك، يعني في ناس ما بتلجأ انه خلاص خليكن طبيعية، خلوا جمالكن طبيعي، خلوا فورم وشكن طبيعي. فما فينا ما فينا ما فينا نحكم بالمستقبل شو حيصير يعني. أشكر حضرتك جدا دكتور سهى السبع، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك كمان وشرفتونا وأهلا وسهلا فيكن. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم، شفنا موضوع مهم جدا وهو مستحضرات التجميل الأورجانيك. زي ما عارفين ان الأورجانيك سواء في الزراعة سواء في الصناعة سواء في كافة المجالات هي شيء المسيطر وهو الاتجاه اللي كل الدول بتتجه فيه
خلال الفترة المقبلة. نتمنى يكون في تبني لأفكار جديدة زي ما احنا شايفين في أورجانو النهاردة، كل مستحضرات تجميل أورجانيك. شكرا جزيلا ليكم متابعونا في برنامج منسى أزرع المليون، ومعكم شعبان بلال كل خميس الثامنة مساء. أفرولاند بتخطط عشانك وعملت لك فدان العيلة. أيوة أنت مش قليل، إحنا منك وعلينا ميل. عروضنا غير أي حد وأكتر ما أنت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد. مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفرولاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. على كتافي تخافي ازاي وانا موجود، هنفرش كل شبر ورود، على كتافي هنزرع بكرة بالأحلام. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية. مشاهدينا اهلا بكم مره تانية في برنامج من سيزرع المليون. شفنا تقرير مهم بيتكلم عن الزراعه النظيفه والقيمه المضافه، وكمان منتجات طحالب سبيرولينا من اهم الاستثمارات الزراعيه، لكن ده بيودينا في حته تانية مهمه جدا وهي الاستثمار في الاراضي الجديده. النهارده معانا نموذج مهم ومحترم واتكلمنا عنه في وقت سابق، وهو مشروع انشاء العاصمه الزراعيه الجديده من اهم المشاريع في منطقة وادي النطرون، إحدى المناطق الواعدة في الاستثمار الزراعي في مصر. هنشوف لقاء مهم جدا عن أول مرحلة في الاستثمار الزراعي، حفر بئر جوفي بيزرع 200 فدان في مشروع العاصمة الزراعية الجديدة في وادي النطرون، ولقاء مع المهندس عادل زيدان رئيس مجلس إدارة شركة أفرولاند لإدارة المشروعات. تابعونا وفي برنامج من سيزرع المليون كل خميس الثامنة مساء، ومعكم شعبان بلال. مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج من سيزرع المليون. زي ما وعدناكم الخميس الماضي حلقه خاصه من قلب صحراء وادي النطرون ومشروع العاصمه الزراعيه الجديده
احد مشروعات شركه افرولاند لاداره المشروعات. في لقاء خاص دلوقتي هيكون معانا الاستاذ عادل زيدان رئيس مجلس اداره شركه افرولاند لاداره المشروعات علشان نعرف مراحل انشاء العاصمه الزراعيه الجديده. استاذ عادل اهلا بحضرتك في برنامج من سازرع المليون. اهلا بسعادتك استاذ شعبان واهلا بكل الساده المشاهدين. حضرتك النهارده احنا في العاصمه او في مشروع العاصمه الزراعيه الجديده وشايفين شغل جبار جدا، سواء شغل انتهى بالفعل وشغل جاري العمل فيه. عاوزين نعرف من حضرتك يعني مراحل انشاء مشروع العاصمه الزراعيه الجديده، احد مشروعات شركه افرولاند لاداره المشروعات. والله المشروع بتاعنا اصلا ينبثق من رؤيه السيد الرئيس ورؤيه الدوله المصريه في انشاء مجتمع زراعي عمراني صناعي جديد. تمام، فاول حاجه بتنشئها هو المجتمع الزراعي. تمام، فطبعا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان خلقه من طين او خلقه من الارض يعني، ونفخ فيه من روحه، فخلقه من طين. الطين ده ميه وايه؟ تربه وايه؟ تربه وميه. تمام، ونفخ فيه من روحه. طب ليه خلقه من طين؟ عشان يعمل علاقه بينه وبين الارض، عشان ينشئ بيئه من صنعه تحتوي ايقاعات حياته ونبضات وجوده. فعلى مر التاريخ اماكن وجود الابار هي اللي بتقوم عليها الحياه البشريه، يبقى المجتمعات الزراعيه اساسا تقوم على اماكن وجود المياه سواء ابار او انهار. معايا حضرتك؟ وتقوم عليها المجتمعات الزراعيه، ثم تقوم المجتمعات العمرانيه على المجتمعات الزراعيه، ثم تقوم المجتمعات الصناعيه على المجتمعات الزراعيه والعمرانيه. فاحنا في اول مرحله في انشاء المجتمع الزراعي بالعاصمه، مشروع العاصمه الزراعيه. هو اول مرحله هي مرحله حفر البير. الحقيقه احنا بنحفر البير زي ما سعادتك شايف بأيسون او قيسون بلدي، وده ليه دلاله. دلاله وجود الايسون مش البريمه ايه؟ ان الارض دي او التربه دي تربه رمليه حنينه على ابنها اللي هو الزرع اللي حضرتك شايفه ده. يعني معناه ان طبقات التربه طبقات كلها طبقات رمليه، يعني طبقات حامله للميه. تمام؟ مش ما فيهاش اي بازلت او اي حجاره بتقابلنا واحنا بنحفر، او صخور عموما يعني. تمام؟ لا صخور ولا بازلت. فده لما بنبقى في بازلت او صخور بنحتاج لبريمه. تمام، لكن هنا احنا بنحفر بقيسون. ده معناه حاجات كتير. اولا زي ما قلنا التربه رمليه خالصه ما فيهاش صخور نهائي، معناه انها طبقات حامله للميه، معناه انها وش الميه فيها قريب جدا. فوش الميه عندي هنا 70 متر، بننزل 200 متر، يعني عندي 130 متر مكعب ميه، 130 متر تحت عمق فيه حاملين للميه، فيها الرمل حامل للميه، طبقات التربه حامله للميه. الوش 70 متر الاولانيين دول لصرف الميه بتاع الزراعي، صرف الميه الزراعي. يبقى انا عندي 70 متر كافيين عشان الارض ما تطبلش، بنصرف فيها ميه الزراعه اللي حضرتك شايفها دي. تمام، فدي كده يبقى الارض دي جيده الصرف للصرف الزراعي. تمام، عشان ما تطبلش وتملح وتبوظ النبات. ومعناه ان عندي وش الميه هنا قريب، وش الميه على 70 متر، ان طبقات التربه ما فيهاش صخور. دي اول مرحله اللي هي مرحله حفر البير. مرحله حفر البير يليها بعديها قبل المرحله التاليه كمان التكلفه. يعني هل هناك دلالات لان احنا بنحفر بالقيسون على ان ده تكلفه اقل بالنسبه للمستثمر اللي ممكن يستثمر في هذه المنطقه؟ طبعا ولا لا؟ طبعا هنا اولا بالنسبه للتكلفه، تكلفه الاستصلاح في المنطقه هنا في وادي النطرون تكلفه الاستصلاح اقل من مناطق كتير جدا. اولها ثمن الارض هنا الملك او الملك لا يزيد، تمام، يعني بيبدا من 100,000 جنيه عقد من جهه صاحبه الولايه سواء الهيئه او المحافظه. تمام، وده تم تسهيله من قبل الدوله باصدار القوانين اللي نهت كثيرا، انهت البيروقراطيه في مصر تماما، فبقى في سهوله في اصدار العقود من محافظه البحيره والتملك من هيئه التنميه الزراعيه او عن طريق شركه الريف المصري. فهنا الفدان الملكي بيبدا من 100,000 جنيه، ده رقم واحد. اثنين، حضرتك هنا في المكان حفر البير بالايسون تكلفه الحفر قليله طبعا مقارنه بمناطق ثانيه. لما بحفر بايسون سعر المتر بيكلفني حوالي 700 جنيه حفر، يبقى حفر ال 200 متر هنا بيكلفني 140,000 جنيه، بالاضافه للمواسير اللي انا بنزلها، بنزل 200 متر بس، فبنزل مواسير تكلفه الماسور المتر المواسير حوالي 500 جنيه، يعني ال 200 متر حوالي 100,000 جنيه مواسير، يبقى دي 100 و100 و140، ادي 240.
ضيف على ذلك الغاطس اللي بينزل عندي اللي هو الميت اللي هو الغاطس الميت حصان اللي بينتج لي 100 متر مكعب ميه في الساعه. تمام، ال 100 متر دول او ال 100 حصان دول تكلفتها حوالي 120,000 جنيه، 120 وعندي 140 تكلفه ايسوني بدي 260 وعندي 100 مواسير يبقى ادي 360,000، وعندي ادي 360 كده حفر، وعندي 40,000 جنيه هي اوضه المحول واوضه الترمبه والقاعده الخرسانيه يبقى ادي 400,000 جنيه. دول انا بقى عندي بير، يبقى الفدان، لان البير ده بيروي 100 فدان، يبقى الفدان بيكلفني 4,000 جنيه. خط الميه الرئيسي اللي هيوزع على الباقي بيكلفني للفدان 1000 جنيه، يعني 100,000 جنيه بقى عندي محبس ميه على راس الارض، يبقى الفدان بيكلف 5,000 جنيه. قله التكلفه كمان بتبان في ايه؟ في خط الكهرباء اللي حضرتك شايفه ده. النهارده الدوله عشان تسهل علينا دخلت لنا كهرباء في المكان ده، واللي ما عندوش كهرباء بيدخل طاقه شمسيه. المنطقه هنا فيها الكهرباء زي خط الكهرباء ما حضرتك شايفه هنا اهو موجود. انت جنب طريق الوادي النطرون العالمين، بينك وبينه هنا 5 كيلو، انت داخل من اسفلت وانت على اسفلت. جنب منك مدينه النوبريه الجديده، جنب منك مدينه وادي النطرون، جنب منك مدينه النوبريه القديمه، جنب من حضرتك مدينه السادات هنا. فالمنطقه هنا فيها الكهرباء عشان تكلفه نقلل تكلفه الزراعه معايا حضرتك. فهنا يعني ادي البير بعد ما بيخلص بندخل تكلفه الكهرباء هنا على الفدان تقريبا حوالي 10 ل 15,000 جنيه. وده بيقلل ده علشان تدخل الكهرباء، عشان تدخل الكهرباء. فدي اول لازم تبقى ارضك ملك، تعمل رخصه البير، تروح تدخل الكهرباء. ففي الاجراءات سهله جدا جدا، الدوله مسهله وتكلفه قليله جدا، يعني جداً مقارنه باماكن ثانيه، في اماكن ثانيه. ولذلك الدوله يعني انا النهارده تكلفه الفدان هنا بزراعته تكلفني 150,000 جنيه. طبعا قيمه الارض نفسها اللي هي الارض، ثمن الارض نفسه ده مخزن للقيمه، زي ما تكون حاطط فلوس في البنك بتزيد كل سنه بواقع من 10 ل 15 ل 20% كمان حسب القيمه المضافه اللي انت بتعملها في الارض، ممكن اكتر، خاصه ان في تطوير مجتمعات كتير بالظبط، في مجتمعات عمرانيه هتتعمل في المكان، هتقوم اصلا على الزراعه اللي احنا المجتمع الزراعي اللي بيتعمل ده. فاحنا هنا شغالين تكلفه الزراعه زي ما قلت لحضرتك، ال 100,000 جنيه دول معروفين ان هم دول مخزن للقيمه. التكاليف الثابته اللي هي حفر البير والخط الرئيسي واستصلاح الارض وتسويتها وتجهيزها والشبكه الفرعيه وحفر الجور ووضع الكمبوست والمطهرات والمغذيات والاسمده الكيماويه وزراعه الشتله، دي كلها تكاليف ثابته بتكلفنا حوالي 50,000 جنيه. تمام؟ 50,000 جنيه بيبقى انا التكلفه الثابته هنا 50 اللي هي دخول الكهرباء وحفر البير وتركيب طرمبة الأعماق وتشغيلها وخط المياه الرئيسي وإصلاح الأرض، حفر الجور، وضع الكمبوست والتسميد ووضع الشتلة. لحد كده تكاليف ثابتة حوالي 50,000 جنيه بالكهرباء معايا حضرتك. يبدأ بعد كده عندي رعاية لمدة 3 سنين عبال ما ينتج لي الزيتون ده ويبدأ يبشر عندي معايا حضرتك. السنتين اللي هم السنة الثالثة والرابعة والخامسة، الثلاث سنين دول بيجيبوا لي التكلفة الرئيسية اللي أنا دفعتها لهم ال 50,000 جنيه بالإضافة لتكلفة الرعاية خلال الفترة دي، بيجيبوهم لي الثلاث سنين دول. البشاير تجيب لي حوالي 700 كيلو في فدان في السنة الثالثة، رابع سنة بيجيب لي حوالي 2 طن في الفدان، خامس سنة بيبقى عندي حوالي 4 طن في الفدان، لو قلت 4 طن في السنة الخامسة و2 طن في السنة الرابعة يبقى دي 6، وعندي قول طن في السنة الثالثة يبقى ده عندي كده كام؟ 7 طن. 7 طن استرداد ل 50,000 جنيه ب 70,000 جنيه استرداد للتكلفه الاساسيه زائد 20,000 جنيه. ده في زراعه الزيتون. طبعا الزيتون هنا من يعني يعتبر افضل زراعه في تتحمل الميه اللي هنا وتتحمل الارض، وافضل محصول اقتصادي في وادي النطرون، علشان حتى المنطقه الصناعيه اللي في وادي النطرون. واحنا كمان هنا هنوري لحضراتكم مصنع الزيتون اللي احنا عاملينه، مصنع زيت وتخليل هنا. فمشروع العاصمه الزراعيه الجديده هنا قائم اصلا على زراعه الزيتون في المقام الاول، مع انه الارض هنا تزرع محاصيل، تزرع خضروات جميع انواع الخضروات، تزرع جميع انواع المحاصيل الحقليه زي القمح والشعير والذره وكل حاجه، وتزرع في الاشجار نخيل بكل انواع، برحي ومجدول وصقعي وكل انواع، تزرع زيتون، تزرع رمان، تزرع جوافه، تزرع كمثرى، تزرع مانجا على اصل سكري معايا حضرتك. تمام؟ فهنا الارض تزرع كلها، ولكن المحصول من حيث التكلفه، انا في الاخر لما بزرع عايز تكلفه، او عايز اقلل التكلفه وعايز
يكون العائد على الاستثمار عالي. تمام، فلما باجي واخد الفدان ب 100,000 جنيه ملك واعمل تكلفه اساسيه 50,000 جنيه، انت بوقف عليها ب 150,000 جنيه، ال 100,000 جنيه دول كاننا حاططهم في البنك بيزيدوا زي البنك، وال 50,000 جنيه دول هم التكلفه الثابته بتاعتي اللي هي القيمه المضافه اللي اتحطت للارض، وبتعلي قيمه الارض وبتغلي الارض وهي كمان بتزيد لانها بتنمو، الشجره بتنمو فبتزود مادي ارض مزروعه استثمار، بالاضافه للانتاج اللي بيجي منها. واخد بال حضرتك كل التكاليف دي انا في الاخر عايز عائد شهر. انا كلفت 100,000 جنيه حطيتهم وديعه، كانهم وديعه في الارض في البنك بيزيدوا كل سنه، والتكاليف 50,000، عايز اشوف الناتج خلال 5 سنين بيجيبوا لي ال 50,000 جنيه تاني. واخد بال حضرتك، بالاضافه ان انا بعد كده ابدا بيجي لي عائد برعي الارض، حوالي مثلا رعايه الفدان بعد 5 سنين بيكلفنا حوالي 5,000 جنيه ولا حاجه في السنه، بيجيب لي الفدان حوالي مثلا 5 طن، ال 5 طن دول لو في 10 ب 50,000، يعني انا صرفت 5,000 قول 10,000 جالي 40,000 جنيه. هو انا ايه عايز ايه اكتر من 40,000 جنيه؟ هو دي التكاليف المتغيره بقى اللي انا بصرفها اللي هو الري والتسميد والمكافحه، خليني صرفت 10 على الفدان جاب لي 50,000، اطرح ال 10 من ال 50 بدل ال 40، ده صافي ارباح التكاليف المتغيره. لكن الارض كمغزى للقيمه ال 100,000 وال 50 التكاليف بتزيد كل سنه وبيجي لي التكاليف المتغيره. انا مشروع يجيب لي اكتر من كده، طب اذا كان الزيتون يجيب لي كده يبقى احسن من العنب واحسن من المانجا واحسن من من الموز، اللي انا عشان ازرع مانجا وازرع عنب وازرع موز هشتري الفدان الاصلي ثمنه عليا ما بيقلش عن 1,000,000 جنيه النهارده. تمام، عشان يبقى بمليون جنيه، بالاضافه ان تكاليف الثابته حتى في خلال الثلاث اربع سنين عبال ما تنتج الارض بتوصل ل 100,000 و150,000 جنيه، وفي الاخر بيجيب لي 30 و40 و50,000 جنيه. طب انا الزيتون بيجيب لي 40,000 جنيه والارض اللي هو عايزها اقل عشر ثمن الفدان، انت واخد بال حضرتك، بالاضافه ل نص التكاليف الثابته، بالاضافه ل ما يجيش نص التكاليف المتغيره اللي هي الري والتسميد، بيحتاج معاملات اقل من الثانيه، وارض لسه بور دي وجيده وبكر ومفيش اي حشرات ولا امراض، وبيديني ايه؟ بتديني 40,000 جنيه الزيتون. يبقى انا ازرع زيتون واخد ارض بثمن قليل وفيها مستلزمات الانتاج موجوده من كهرباء وميه وارض جيده، هي دي بدايه انشاء العاصمه الزراعيه الجديده. أفرولاند بتخطط عشانك وعملت لك فدان العيلة. أيوة أنت مش قليل، إحنا منك وعلينا ميل. عروضنا غير أي حد وأكتر ما أنت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد. مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفرولاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك.